يا أخي أنت لازم تتعلم كيف تبني علشان ما تصير نوب مهما فعلت مهما سويت. يا أخي ترى لازم تتعلم كيف تبني علشان ما تصير نوب. لازم تبني ابني 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 خلاص. إيه هذا مستوى واحد يبغى يتعلم بناء ولا يبغى يتعلم كيف يسوي إدت يخارج نفسه من قتالات البناء. والله إنك تلعب على نفسك. تدري كيف؟ روح دور لك جيم وتعود من إبليس ولاحق على ذا الأمور. والله غصب بسيطك. يا فلة انت يا حفلة يا حفلة. لا بشكل بد بدت ثاني ولا اقول لك لا والله النشبة. الله ياخذ راسك يا اخي. مشكلة راعي ايدت. هذا والله اللي ما تدري كيف تطلع من عنده. كفو كفو. جيك هنا بس. يا عمي روح انت مسوي زحمة والشارع فاضي. والله يا شباب انا هذه اللحظة اكرهها لما تكون انت واخر واحد كذا. مشكلة راعي بنها. شوف الدم الحين. شوف ما في موارد ولا فيه. ايوه اما طلع بوت. مشكلة ما في ولا شيء هنا. ايوه يا حبيبي هي هذا الشغل. يخرب بيت ام اللوت. مشكلة ما تعودت انا استخدم الهادي. سبحان الله بليس. والله بغى يشيلني. ايش تبغى انت يا ديمبا؟ يا حبيبي يا مغطكنا يا كلب مسوي فيها اللي بعده. شوف كيف بغدر بهذا عشان ما يكون يطلع بس. تمام لا يا شباب.
القم. يا عمي طير بس. طق من بعيد ها؟ تعال أعلمك أنا كيف تطلق. سوي فيها راعي إيم. أوه. ماله. هذه مطرقة ثور الحين على. والله فلت منها. هذا رايب. ايش قاعد تسوي بعد؟ خليني اطلع. ايه حبيبي. انزل انزل يا اخي. عندي المطرقة صح. اقعد يا حبيبي اقعد. طيب يا شباب الى هنا نختم مقطعنا لهذا اليوم. انا ابغاها كذا، ما ابغى اخرب صراحة الوزنية هذه. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير في امان الله. لحظة بحط لكم مقطع حلو كذا في الاخير لا يفوتكم.